اليوم انا مسوي حق اهلي هايد اند سيك الغميضة. لازم تتابعون الفيديو للاخير وتشوفوا منو فاز. والله وايد ضحك وناسة. الحين خل نروح النادي. تعالوا يا حبايبي يا حبايبي. يلا جماعة عندك دم 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 يا حيوان ابن الاحواي نسيك تسكر لك مشوك يا شوت كي دبليو. يلا قوم يلا يا عالم يوم ياتيم. عندنا اليوم صيد هايد اند سيك. روان انت تعبانه وكل شيء. يلا قومي الحين سمعني. اول شيء احنا جبنا كرو شيء كنا عود. اوكي في لون عواده ايه سوي النخلط اللي ياخذ العود وفي لون هو الصياد. يعني ما حد يدري من الصياد. نعم خلوني ما اكل بس يا 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 يلا تعالوا نسحب العب من الصياد. يلا جاهزين؟ جاهزة صاحبتنا. اي صاحبتكم جاهزت. يلا جاهزين؟ انا يلا ويانا ايدك وياكم. وين؟ تو لا شوي كلكم شوي. انا مو صياد. اشوف شلون عرفتوا ان ابو الصياد رسم؟ احنا راسمين راسمين هذا اللون وصورة حنان. تعالوا لكن ماكو اجن خليك ريستك ماكو اجن. شوف مدام ابو الصياد انا المساعده مالته. لا ايه تدري ليش؟ عشان هي تصوره. هو لما يصور يقرب الكاميرا وايد عند وجهه. اوكي يعني انا مساعده مالته. اوكي راح اساعده. مو طش الشيء. اشوف التفال. التفال كله بعيني والله العظيم. ماما انا مو فرش اسناني يدك. عادل ليش ما تفرش اسناني؟ عادل راح ابني لي من حلقي. يلا بلش. يلا الحين شنو؟ نروح ننخش وانتم روحوا. حدكم شباب حدكم حدود البيت. حدود البيت ما في برا ما في بالتراب. اوكي يلا ولما الواحد ينخش مكان ما يصير يغير مكانه. والصياد لازم يحوش الواحد لما يصيده. لا بابا لازم يحوشه. نقدر ننحاش بس ما تنخش كل شوي مكان. بس بابا ينحاش وتنخش بقدر. يلا زين راح نعد لي 30. يلا بوبو 1 2 3 ثلاث اثنان يا بطيئتك. وانا اروح اوكي انا ادري. عشر فوق بروح بابا بس ما ادري وين اخش الحين. المشكلة ما في كبت. شوفوا وين راح اخش. تعال ما يكفيني. حسين لا تلحقني. لا اصبر بوبو. تعال بوبو بتفق وياك. بوبو شوفوا هذا المكان سجن. يلا خلينا ندور. ها لا ما في. انا بنخش في البلكونه. تعال اول شيء خلص الدور اللي تحت. صدقت انتي الحين خسرانه. روحي في احد بالحمام. يلا خشوا يلا
راح يشوفني لان انا البلكونه اللي على الشارع، شوفوا وراي الشارع مو البحر. كسرنا الباب. تعال يلا، في احد هنا؟ فوق فوق. يعني نطلع برا الحوش كذي. شباب دعموا قناة عادل وسووا له سبسكرايب، نبي نوصل اعلى مشتركين. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. PHO2KW اسم القناة. بس حار خيسه داخل. احس ان بشاير راح تدلي على مكاني. تعال هني ما دشينا. فوق فوق. توني سمعت صوتهم، كانوا قراب هني بس الظاهر غيروا مكانهم، يمكن راحوا فوق او غيروا. فاتوقع اني انا راح افوز. هني شاليه جديد فالاماكن مو معروفه، بوبو ما يدلها ولا احنا ندلها. فهاي الموسيقى صايره شويه صعبه، مو نفس لما سويناها بالبيت نعرف كل الاماكن. ف راح تكون صعبة شوي وحلوة. احس اتوقع كذي توقعي ان حسين اول واحد صادوه. تحت الثلاجة. تعال. واتوقع روان، حسين وروان اضعف اثنين، احس ان انصادوا. ما في صوت كلش عندي انا.
اختفى الصوت، الظاهر راحوا مكان ثاني او صعدوا فوق الدور الثالث او نزلوا تحت مكان صعب. رحنا كله ما دورته بالادراج لان في ستاره وراها باب وبعدين بلكونه. تعال 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 خلينا ندور هني بالكبت. قصون علينا جاسم مروان. الله أكبر، أذن أذان الفجر. عادي ما في؟ إيه عادي. تعال. ها؟ روح حمام. بتروح حمام؟ إيه. يلا. عادي أروح؟ إيه يلا روح. بحس ممنوع. هو الحين راح الحمام صج. ترى دورنا في المكان مو موجودين. شلون؟ والله ما أدري. يا بكرة بتعرف أنا. كاسمع صوت بوبو. أنا أقول لك أنه حسن الفجر ما شاء الله، حسن صادوا الكل. لا لا صادوا حسن الفجر، حسن قاعد يصرخون. أتوقع صادوا جاسم، خلصت؟ حيلا تقدر تلقاهم؟ يلا 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 كمل دور عادل وبابا. ها اشوف مين؟ ما ادري شوي ما في حد. يلا صدت من المكان. بابا.
عدينا بسرعة صح؟ عدنان نادو قولوا انت فايز. دورتوا بجو؟ دورنا كل مكان ما لقينا، ما ندري وين رايح. عدنان انت فايز. انا الصراحة تعبت، صار لي مدة الحين ما نخش هني وما حد صادني، ما ادري شنو صار عليهم، صادوهم ما صادوهم، بوبو شنو سوى ما ادري. ناطر دوري. خلاص خلاص. اوف المكان خلاص. نار المكان صح؟ ايه شلون؟ خوي سكر الشتر سكره خليه ينزل. كل المكان حد ما اوريهم صح؟ اوف ادري جيتوا هني وبوبو دش الحمام. ادري كل شيء. سلامة شلون صدتني انت؟ سمعتك صح؟ ابغى اعبر الحمام. عبالك انا بالحمام ها؟ قاعد اتكلم مع الكاميرا كنت. انا عبالي من الجامعة. طلعت زين طلعت. مصدق انه فايز. ما لقيتوني صح؟ ايه صعب مكاني صعب. ما حد يقدر يغلبني. شفت لما كنت بالحمام؟ ايه انا كنت بالمحاضرة داخل. الحمام بغرفتنا صح؟ ما شفتني انا كنت بالحمام. شلون كنت بالحمام؟ شلون؟ شلون؟ انا دشيت الحمام. ادري زفيتي زف تدري زفيتها لان المغسله علقت بيدي. ادري تعور مو بالمغسله على قلب ايده. انت وين كنت؟ ما تقدرون علي بالحمام. ورا الباب. انت بالبلكونه. ورا الباب بالحمام. لا ما صدق بالبلكونه. صادتني بالبلكونه صح بالبلكونه. بالبلكونه. اسمعكم لان وراي الحمام. اي والله اني خوي. اوه صاحب البلوك شو سوى؟ صاحب اخر واحد اول واحد. انحاش. اي وصادوه تحت هني. انا ما نحشت ولا شيء، افوز قوي. يس يس.